مرحبا. أخذنا موج النهر واستقرينا بنهر الفرات. هاي المنطقة يسموها عروس الفرات. أهلا وسهلا بكم محافظة الأنبار. اليوم إحنا بالرمادي، راح تكون حلقتنا هنا. راح نروح هسه إحنا الجراج تصليح السيارات، يعني منطقة صناعية يصلحوها يصلحون بها السيارات. أبدا ما عندنا سيارة عطلانة ولا أي حادث صار عندنا، بس عندنا قصة بهاي المنطقة. تعالوا يلا. وصلنا للمحافظة، التحق بينا شباب المحافظة وكادر الإعلامي للمحافظة. خلينا نتعرف عليهم. طبعا حبوا يساعدونا، قدمونا كل المساعدات حتى يساعدون برنامج فطوركم علينا. مرحبا. طبعا هنا مبين من العدة مصور فوتوغراف. تعرف اسم حضرتك؟ عمر. عمر محمود حسين، مصور فوتوغرافي. يا اهلا وسهلا بك. والاخ نزار عيسى، مكتب مستشفى الاعلامي. يا اهلا وسهلا بك. وحضرتك الحلاق حسين. الحلاق، يا اهلا وسهلا بك حسين. تعرف اكيد على الاخ الاعلامي من المحافظه، اسمه علي المشيدان، اعلام المحافظه. يا اهلا وسهلا بك. طبعا احنا نشكر جهودكم. طبعا اليوم من الصبح هم ويانا ويانا، لان نفس ما تعرف احنا ما نعرف يعني كل معالم المحافظه، ما نعرف المناطق، فانتم مشكورين يعني على هاي الجهود. حياكم الله وعلى راسنا الشرقيه، والف اهلا وسهلا بكم من بغداد لهنا. الف هلا بك. الف هلا بك. نعم. الاخ المصور ذكرني باسمك مره ثانيه. عمر. عمر. عمر، شنو رايك انه انضميت الى كدر الشرقيه وبرنامج فطوركم علينا؟ يعني اكيد يزيدني شرف، ولا هو يوم واحد ما يخالف، حتى اذا يعني هذا شرف لي كتب هاي الكوكب الرائعة، يعني يزيدني يعني فخر وشرف بهذا الشيء. راح تكون بصمه بحياتك. اكيد اكيد اكيد. نعم. والحلاق الاخ علي ابو حسين، مو حسين ابو علي. حسين ابو علي، ماكو فرق. حسين ابو علي، انه هاي اول مره اشارك ويا محطه فضائيه وكاميرات، شو يعني شو تحس انه في شيء غريب؟ شرفيه طبعا. انت فرحان بانضمامك لفطوركم علينا؟ هاي اول مره تحلق وتحت اضواء الكاميرات والاضاءه؟ اول مره. اول مره، ان شاء الله تكون الالف مو اخر مره ان شاء الله. هسه احنا راح نتوجه نفس ما وعدتكم مشاهدينا الى الحي الصناعي او الجراج الصناعي لتصليح السيارات. شوفوا قصتنا لهذا اليوم. شفتوا احنا سد نتجول بشوارع وحواري وازقه الرمادي حتى نبحث على خروف او جوبه لبيع الاغنام. لقينا خروف واشتريناه. هسه احنا متوجهين بطريقنا للحي الصناعي. راح تقولون ايش عندكم بالحي الصناعي؟ تعالوا نشوف ايش عندنا بالحي الصناعي. نفس ما تشوفون طبيعي يكون جراج ومنطقة صناعية تصليح السيارات، لكن المو طبيعي يكون داخل هذا الجراج عائلة أبو جلال ساكنة بهذا البيت. العوز المادي دفع الناس تسكن بهيجي مكان، وهاي العائلة احنا نعرف قصتها وليش ساكنة بهذا الجراج بمنطقة صناعية منطقة تصليح السيارات. نفس ما خبصناكم من الصبح احنا راح نكون بهذا المكان حتى نعرف قصة بيت أبو جلال. مرحبا خالة. مرحبا. شلون صحة؟ تفضلي يمي. مرحبا أم جلال. احنا من الشرقية، برنامج فطوركم علينا. اليوم راح نقضي اليوم كله وياكم، نعرف قصتكم ونعرف قصة الجراج ان شاء الله. هلا بيكم. ان شاء الله. هلا بيكم منك لهنا. بالبداية حنعرفكم بينا وبعدين انتم عرفونا بكم. بالبداية انا شيف محمد السوادي وشيف محمد هاشم.
سلام الخياط الكادر ويانا كلهم الشباب من بغداد. انضم لنا الحلاق حسين ابو علي. حسين ابو علي الحلاق من رمادي من ولايتكم اليوم، ومصور الفوتوغراف عمر راح يكون ويانا اكيد هم من الرمادي. هاي احنا كادرنا كله اضافه للمصورين والصوت والشباب كلهم الموجودين. عم ابو جلال عرفني عن عائلتك. والله هاني جالي دول اثنين هذا طيبه وجلال. جلال جلال ليش تجيب الختله؟ تعالي نايمي خلينا نشوفك. شلون جلال؟ شي خلينا نشوفك زين. احنا ما واقفين مثلك بالشمس. ايش بك جلال ضايج تعبان؟ لا والله ما انت خير اخو ما بشي. تيفو دايم شويه صعبه علي الشمس والحر. لا جلال خلي اوقف هنا بالفي خطية. ما يتحمل يعني انت قلتي تيفو دائمي. شنو تيفو دائمي؟ شلون شخص من كثر شغله بالعمال ماكو الدنيا حاره. يعني قبل هذا العمر هو زين ما له علاج؟ والله دائما نوديه نضرب الامور الاسبجيك وغيرها وغيرها. علاجات والله ياخذ يعني يقوم فتره يصير زين. اي يصير زين بس ما يشتغل يعني تدرين شمس يوقع يعني بالاسبوع يوقع او اكثر. قبل ان نكمل ويا ابو جلال، اليوم طويل ويوم حافل بكثير من الامور. نحب نشكر الست سوسن، هي من صاحبه منظمه المجتمع المدني. اليوم كانت ساعدتنا كثير بامور هوايه وعرفتنا بيت ابو جلال. خلينا نشكرها ونحب نتعرف عليها اكثر واكثر عن منظمه المجتمع المدني. خلينا نروح لها انا. مرحبا ست علبة. يعني هذه العائلة أنا زرتها قبل فترة، يعني بعض يعني ذكرنا أنه في هذا المكان يسكنون عائلة، فكنت أرفدهم ببعض الأشياء البسيطة اللي قادرة أني أنا أوفر لهم إياها. قلتي أنه دور المؤسسة ساعدتهم بشيء بسيط، من بين هاي المساعدات شنو كانت؟ ماكو كلها يعني كانت مواد غذائية، ملابس نفرحهم بالعيد، كلش جزء قليل. يعني المنظمة مالتنا تشتغل بأشياء محدودة، ما عندنا دعم ذاك الدعم الكبير حتى نقدر ندعمهم. يا ربي يقدرنا على عمل الخير. نعم. جزاك الله كل خير، ونتمنى انكم تكونين اليوم ويانا فطركم علينا ان شاء الله. ان شاء الله اني داعمه لكم في كل وقت ان شاء الله. شكرا لك. بيت ام جلال، ناس تساعد شغلات، ناس تنزل شغلات، والاكثر شيء تنزل يعني شغلات. احستغل فرصه انه اختي بام جلال وسولفنا عن بيتها. بالبدايه قبل تحكي عن بيتها بدي اعرف ابو جلال شو يشتغل. والله ما يشتغل شيء، قاعد. شنو السبب انه قاعد؟ وعنده فقرات سوفان. عنده خلع بشطفه اليمنى، ايدي اليمنى. نعم. كلياته تعبانه. وقولون ومعده. يعني صاحب مرض ما يقدر مرة يعني. زين انا يعني صار ولو يعني اقطع كلامه، صار فتره من قعد اكثر من سنتين ما يشتغل. زين شلون تمشون اموركم تاكلون؟ جلال من يشوف يعني نفسه زين و يعني على العلاج من ياخذ ويصير زين يشتغل يعني عماله ينطيني ادبر حالي بهن. نعم جلال. نعم ايفا كملي كملي. فقمت ساعدوني يعني ذولا حدا برا اصدقائه فقال خلي اسوي كشك صغيروني. ها نفس ما هسه راح نشوف احنا الكشك بعد دقائق. بس الاثار انتباه ثامه تحكي ام جلال على المطبخ، يعني يقول لك لازم بالبيت واحد يهتم بالمطبخ. فنشوف هذا المطبخ مثل ما تشوفون، يعني طول مترتين عرض متر، اهم شيء السقف زين. هاي بالشتاء شلون تطبخين؟ مطر يعني يذب علي مع العلم، يعني حاطه شادر بس تدرين الصيف يشقق الحرف الشمس الشقق، فالمطر على راسي. ده نشوف هاي زين. هاي شنو غرفه؟ شنو هاي غرفه؟ هاي غرفه ملابسكم اشياء كلها. والله امي خربان الله هم السقف ودعت الله كله يعني زين. هاي تنامون هنا؟ لا لا هنا بالحوش تنامون. لا لا بالمحل. بالمحل بالكشك اخذت اني ماجره بس هذا الجراج. بس هذا الجراج كم ايجاره؟ 75000 دينار. نفس ما تشوفون هاي الباحه اللي مأجرتها ام جلال بدون سقف عايشه بيها، لكن قالت عندي اني غرفه او مكان انام بي. خلينا نشوفها وشنو قصته بالضبط.
كهرباء ماكو، فالإضاءة اللي راح تكون على الكاميرا هاي الغرفة اللي ساكنة بيها أم جلال وأبو جلال. شوي أوصف لكم إياها. هي طولها 3 مترات نقدر نقول، والعرض مترتين. أنتوا تعرفوها. زين شنو قصة هاي الغرفة أو هذا المحل؟ محل يعني من طبيت هنا للجراج قلت أجرت هذا البرة، ففتحنا هذه الفتحة وسويتها غرفة. يعني وين أخو ما أقعد يعني برة من ضمن الإيجار طيتشها؟ هاي إيجارها وحد؟ لا ما إلها إيجار، ما قبل ما قبل أبو الجراج يعني طيتشها. الشخص صاحب المحل ما رضى، قال لكم ما أعرفه والله يعني، بس شنو خطي من وراء الباب قال يا أختي ظلي بيه، والله ما اقول لك اطلعي ولا اقول لكم اريد منكم يعني ايجار، كل فضل عليكم. نعم وعليا ظليت بي. زين ساكن ايش قد ساكنين هنا؟ صار لي 3 سنين. 3 سنين الا شهر، كل شهرين تقريبا. اي تقريبا ما راح تختلفون اكيد على شو. لا اي لا ما جانا اكيد على التاريخ. طيب ام جاي قبل 3 سنوات وين كنتي ساكنه؟ انا الظروف اللي واجهتها تعبتني، ف يصير عندي صعب التركيز. لا مو المدة اللي قبل هاي 3 سنوات، قبل لا تقعدون هنا كنت قاعدة والله بإيجارات. هم إيجار متعذبة بالإيجارات فد مرة، يعني إيجار غالي وزين. أنا عندي ولد مريض وعندي هنا أنا أبو جلال شوية صحته تعبت، فال 300,000 صعبة علي بالنسبة لي، يعني صعبة أدبرهم. صح هسه خلينا نشوف طيوبة اسمها؟ طيوبة فرحانة بجيتنا؟ ايش هم تباعين فطوركم علينا؟ هم تفكرين تقولين اتمنى يجون او بالك حلم انهم يجيكم؟ شو عجبك من الشرقيه تجيب لك؟ احنا وبعد احكي بيت وبعد ايش تردين؟ ما تردين لعابه؟ حبيبتي ام جلال طبعا لما سمعت كلمه بيت هذا حلم كل عراقي. احكي من جلال شنو اللي بقلبك احكي. امنيتي التقي بيكم والله. زين التقيتي بينا وهاي الكاميرا وهذا المايك، شو تحبين تحكي؟ يحفظكم ربي وينتقم عمر وعافيه الصغير قبل الكبير ان شاء الله يا رب. الخير اللي تقدموه استاذ سعد سعد البزاز ابو قلب الكبير، اتمنى انه يسمع صوتي. الله يخليك. حياة تعبتنا، يعني أطلب من الله ومن أستاذ سعد إنه يسمعني أو يشوفني وينقذني من المكان والإهانة اللي أنا فيه. الله يحفظكم. أنا صراحة يعني ما أعرف يعني شلون أقدر أسطورة يعني. أسطورة للعراقيين كلهم. أستاذ سعد البزاز الله يحفظه. والله العظيم أدعي له قبل ما تجيني القناة، يعني أدعي له بأنه الله يوفقه وفق قناة الشرقية والكادر مالتها والناس اللي اجوا وياها يساعدون. احنا مجلال ما نريد نقلب المواجع يعني عليكم. لا. احنا نريد هذا اليوم يكون اجمل ما يكون بحياتكم، حيبقى بذكرى جيت الشرقية وبرنامج فطوركم علينا حيبقى ذكرى ببالكم. فاريد شوية نغير جو. احنا لازم نفطر اليوم، فما يكمل الفطور الا يكون اكو مسواق، فراح ناخذ ام جلال ويانا. نفس ما تعرفون ابو جلال يعني ما يقدر، الشمس وحاره عليه، فاحنا حنخليك هنا شويه ترتاح وراح ناخذ ام جلال ويانا حتى نسوق وتدلينا السوق زين. ان شاء الله يلا ام جلال. سوق المستودع او شارع المستودع.
بشارع مستودع. طبعا انا حاسه صوره البيت بذهني او ما يسمى بالجراج، جراج جلال. شو معاناتك بهذا الجراج؟ والله ما اعرف شلون اقول لك عن تعبي بيه وعيشتي بيه. حاولت انه اتلزم اموري وما تحملته، وما قدرت يعني الم فلوس ايجار حتى اقدر انطي، وانا عندي ازلمه تعبان وعندي ولد يعني يشتغل اليوم اسبوع ما يشتغل والله العظيم. فما قدرت يعني اسكن ببيت انه غرفتين او غرفتين ومطبخ هيك مكان محترم. طلعت من عنده اضطريت اطلع، فاجيت دورت هنا أنا لقيت بس هذا الجراج قدامي، قعدت فيه نظفته مليان دهين وحديد وصبغ. من بعد شغله هوايه دا صارت القاع بهاي النظافه اللي انا مرتبتها. الله يساعدك يا ام جلال على هاي المعاناه، يعني ماكو احد يقدر يتحملها لو جبل كان نطق من زمان. شرقيه برنامج فطوركم علينا. اهلا وسهلا فيكم. اليوم راح نسوق من يومكم. 100 اهلا وسهلا. تتوقع يوم من الايام انه شرقيه تجي تسوق من بيك؟ لا والله. 100 اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. قبل يتحاسب وياك مدير الانتاج احب اسالك انه هنا بشهر رمضان اكثر الناس اقبال على اي مواد؟ اقبال الناس بصوره عامه هي تقريبا هنا الالبان يعني اللحوم العصائر بصوره عامه تدري رمضان. وعندنا الجيمر هاي اللي يعني العائله العراقيه كلها لازم يورو هذه تسحر جيمر. اي بالضبط. اي واللبن هذا فتشي يعني شيء ضروري اساسي للسحور تمن والبان هاي ما فيها مجال. سلام ما شاء الله عد العدة طلع الأخ مش خالتي عينها حبيبتي يمي. نفس ما تعرفين هاي سلام الخير مرة ثانية عرفتش عليه. عندنا مجموعة من الأقمشة راح يصمم لك إتي وطيبة الحلوة. وجلال ها وجلال مفاجأة حلوة. قياسات ردي نسوي لك تيشيرت حلو. خلينا نشوف أول شيء نبدأ بطيبة الحلوة. طيبة إيش تحبين يا لو من هاي الألوان؟ هذا؟ إذا هذا صهر برتقالي. هي قالت برتقالي. برتقالي؟ ما أحب. قبل شوية كان برتقالي. خمس دقائق غيرت رأيي. هذا اللون حلو. عاجبك هذا طيوبة. زين ام جلال تحبين خليلي برتقالي. ها تريد برتقال حلو هذا اللون زاهي لون حلو. ام جلال شنو تحبين موديل شيء معين موديل؟ لا 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 بالترتيب معين تريدي مفتوح هيك مثل هذه مربع لو مدور لو شنو ببالك؟ لا هي بس ما تكون يعني بس المهم يكون عريض اي ثوب عريضه تريدي ثوب عريضه اي كسرات اسوي لك بالردن شيء ردن لونه بلاستيكه لا ردان ردان ايه. يلا جلال هم سمعنا بعين. جلال راح يفصل لك ويصمم لك سلام تيشيرت. شفنا القماش مال التيشيرت هذا جبت له هذا مخلل خفيف شويه خامه طريه خامته بارده حلو حلو هذا الالوان تحب هاي الالوان انت اكثر هدومك خياط لو جاهزه حاضر تشتري بالبداية حسين أسألك إنه شو هنا القصات تكون بالرمادي الشباب شو يفضلون أكثر القصات؟ قصات الشعر اللي شعر يصير تدريج شعر مدرج مدرج السبايكي هاي الشعرات القصمان الشباب الشباب أكثر الشباب أكثر
زين ابو جلال، ام جلال سولفت لنا انه انت صارت القسمه من الدولمه، شنو قصه الدولمه؟ سولف لي اياها انت. والله والله تركب ويا خوذ دولمه. ايه احنا شنو كنا ديارين. ايه هم بابهم من هالصفحه واحنا بابنا من هالصفحه. نعم. فطبيت عالصدفة. ايه انت طبيت عالصدفة لو رحت الدولمة جابتك جذبتك الصراحة؟ لو فتحت الباب وطبيت ايه اشتميت رأي الدولمة. ايه قال وين لقيت الدولمة؟ اها وين الدولمة؟ مو حي الله واحد يركب. ايه مو اي واحد يركبها. شلونكم؟ وانت قاعد تشتغلون جلال، انت هوايه اشتغلتي وطبختي بهذا البيت، لكن اليوم ويا محمد السوادي وفطركم معي، ايش تحسين؟ المتعه تختلف يعني؟ تختلف عن اي عزومه يعني تصير عندي او اني اريد اسويها بهالشكل هذا. اليوم تحسي اكو اختلاف؟ بيها فرحه من اصدقاء، يعني ما ادري القلب انفتح. شكرا لك. اول شيء شو راح تسوي لنا اليوم؟ ها طباخه عجبك اليوم، شو راح تسوي لنا اليوم؟ راح اسوي خوزي بريان دجاج، والاكله هي زبيدي بصلصه الليمون. الخاطر ام جلال زبيدي، الخاطر ام جلال. الخوزي ناس تسووها دليميه اكثر شيء. اي اي صفرة معروفين اهل الرماد بالدليميه. كركم. اي الخوزي راح اسوي ناشف له مي ويا عندي ويا الباميه. ايه خوري باميه وعندي خوزي على التمن الابيض. اه نشوف دا يحاولون شباب يشيلون الثلاجة، نفس ما شفتوا المكان كلش صغير. بعد شوي حيكون الفطور، فكيف راح نقدر نقعد احنا ككادر وبيت ام جلال؟ فالشباب دا يحاولون انه يطلعوها، والباب فتحة الباب صغيرة فراح تكون معاناة. هسه احنا يم سلام الخياط، لان انا شنو بالي انه دائما محمد وسلام واحد بعيد عن الاخ، بس هالمره لا، واحد قريب من الاخ، واحد يشم ريحه الاكل والاخ يسمع صوت الماكينه وهات الخياط. الله يسعدك سلام. اهلا وسهلا زينب. ما شاء الله خلصت الملابس مال ام جلال وطيبه؟ ان شاء الله كملها وطيبه، اهم شيء تقول لي دردان على مود ايديه لا تحرق هالشمس. بعد اللون حلو حبيبي طيبه، خشوفها طيبه. يمسيها على السريع. وهاي مال ام جلال، هذا هاي البصمه. شلون ايش بالبصمه؟ كبسيها بالاوتي حتى تثبت وعريضه مثل ما رتيها. شيكي القياسات ما دام يمك، يعني اي ملاحظه؟ اي حتى تشوفي. وهاي مال جلال الشاب الحلو، يعني شو رايك بهذا الفصال؟ شوي فصال جديد غريب. خليه لبسه، يلا لبسه حتى نشوف. حلوه عجبتك حبيبي؟ حلوه كلش حلوه. خلينا نشوف جلال. هسه راح يلبس. هسه حي بس جلال. هاي التيشيرت مال جلال. تعال جلاوي. هذا بس بعد اوتي تكوي لي اياه. ان شاء الله. اي لانه نص الشغل الاوتي. يلا بالعافية. حلو عجبك التيشيرت او القميص؟ فصالة حلو؟ ايه حلو. يلا بالعافية، الف عافية عليك.
شكشكة الدهن تعلن انه طبق اليوم راح نبلش بيه هسه ويا محمد سوادي والشيف محمد هاشم. طبق اليوم شنو راح يكون؟ اليوم الزبيدي بصلصة الليمون. الخاطر جلال كان عاجبها اليوم سمك فاختار الزبيدي احد انواع السمك. نشوف المقادير. المقادير هي الزبيدي 450 الى 500 غرام. زيت للقلي طحين. عندنا صلصة الليمون هي صلصة السوبرين. نعم. ونكهة الليمون. وبالاضافة صلصة شنو؟ سوبرين من خواص البشاميل. ها من خواص البشاميل. والرز الاحمر هاي بالاضافه للزبادي. هو البصل والطماطه والفلفل الاحمر الباربيكيو والمعجون. هاي بورا بنكمل الصلصه نضيف الرز الابيض. اوكي. هسه بداية تشتغل تقلي السمكه. ببداية انه تبلتها التتبيله شنو مكونات التتبيله محمد؟ التتبيله هي الليمون والكمون والثوم. السمك ينحط له كمون عادي؟ نعم. كمون وليمون وملح وفلفل ابيض. فلفل ابيض. ام جلال شلون تطبخين انت السمك؟ والله هي الطرق عده للسمك يعني. اكو هذا اللي تقلع اللي تحطي له هسه اللي ذكرين الكمون والبهار اللي مشكل. المعجون. معجون كلكم كل مره. اي كلكم حتى يصير اصفر. اسود. ها زين. اي. هسه هو خبطه بالطحين. نعم. الطحين بدون ما نحط له لا ملح او بهار معين. اكو ناس تحط كاري حتى يكون لونه اصفر. اصفر ويعطي نكهه. يعطي نكهه. اوكي تبدي تقلي. ها لازم الزيت او الدهن يحترق كلش هوايه؟ لا ما يكون هوايه يعني. بس يكون غزير يعني حتى كلها. طبعا بس لا ساخن زايد. والطباخ عنا ناس حتى ما يحترق. يعني من يبرد الزيت نحاول. محمد شنو المعاناة أكثر ربات البيوت يواجهوها بقلي السمك؟ إنه من فوق يحترق أو يكون كلش يجسب ومن جوا يكون بعده يعني عجين. مو هذا يطوي نار قوية. إيه؟ راح يحمر من فوق يبقى من جوا بعده ما مستوي. فهم دائما يعني يساون النار من يشوفون الزيت يبرد يطوي نار قوية. من يشوفون يقوي يخفون. أم جلال شنو حبين تسألين محمد ما طلعنا بمطبخنا؟ والله ما ماكو شيء اساله بيه لانه بارع بكل شيء. شكرا. وانت يا بارع بكل شيء لان كل شيء تعرفين فما تحبين تسالي اهتمام. هذا طبعا الرز الاحمر. شو راح تسوي الرز الاحمر؟ خلينا نتعلم من محمد. طريقه هي. هذا شنو؟ هذا البصل. عافيه طيبه تعرف. حبيبتي. شو رايك تعينها مكان محمد هاشم؟ طيب. تقول لك هذا بصل ده ساعدك. بس تكبر. بس تكبر تتدلل. انت طباخه ماهره. هذا نحاول يعني الزيت نخليه حتى مرات تقولين انت ما يوصل الزيت. اي صح. نخلي دائما يطشون الزيت الساخن فوق. هذه ابسط طريقه للرز الاحمر. لاحظوا يوم يطبخ السمك بصلصه. انه صلصه نوع من انواع البشاميل. هاي الطريقه اللي اسمها الاحمر. اسرع طريقه محمد. نعم. المعجون وتعطي نكهه اطيب من الاحمر الكبس اللي نسميه احنا مرات تسلوب المعجون يعني. اي صح. تدري هو التمن الاحمر مرات احسه جدا صعب طبخه حتى بلونه يعني ما تقدر تخلي لون طوق او لون طريقة. هسه نشوف بدا يستوي لونه ذهبي صار. انا اوصف هسه بالنار يعني زيت ساخن حد شنو التبديل؟ لا تبقين. شو تقول؟ تقول اروح؟ تبدون اساعدكم؟ هاي نخلي المعجون يستوي. شلون نعرفه يبدي ينفصل؟ هاي معناته مستوي؟ ليش نحمس المعجون؟ اخاف اكو مراره بالمعجون تروح يعني. يعطي طعم اطيب ما انه راسا تخلي دارك. نضيف مي. هاي بس المعجون شوي. هاي تقدر تضيف مكان انت في الاحمر. هاي تقدر اذا يدونه حار اكثر الاخضر. اخضر يعني الثرمه ناعم وياه. نعم نعم. نضيف الرز الابيض عندنا هنا جاهز. بلي. هاي الوجبه ما نقدر نحدد كم نفر لان احتمال شخص واحد يقدر ياكل زبديه كامله واحتمال شخصين. صح؟ صحيح. نبدا نلبس المعجون.
مكان. شوفوا اذا نحتاج بعد رز. خلي اساعدك اني بما انه هاني غاسله ايدي. ما رأيك يعني انت اسرع. زين اذا تم مثلا نقول ابيض اريد حوله اصفر، نقدر نضيف بس كاري شويه ومي؟ لا هذا الاهم لازم البهارات بالزبد او بالزيت. نخلي البهارات اللي تريدينها انت الكاري او الكركم ونضيف لها شويه مي بس تسيل البهارات بعدين نخلط الرز بيه. بس هو يعني مش لابس اللي نطلع من الزيت من النص كلش ذيل على مود الزيت اللي بداخل السمك ينزل. هسه الصلصة هذه يا اما تصير جانبية يا اما يمسك شيء قريب فوقها. نقول ألف عافية. ويمكن يجربوها ويمكن يحبوها إن شاء الله. ها كان طبقنا اليوم، فطركم علينا. اليوم كان جدا سلس ومشى بسرعة بسبب تعاون المستشار الإعلامي محمد فتحي عبد حنتوش ويا قناة الشرقية ويانا. فإحنا بالبداية حبينا أنه نكون ويا لقاء لكن كان جدا مشغول، فقبل الإفطار حب يزورنا ويفطر ويانا ونحب نشكرك ونحب نشكر التعاون هذا الحلو. أهلا وسهلا بكم وقناة الشرقية في محافظة الأنبار. محافظة الأنبار يسع صدرها لقناة الشرقية لأن قناة الشرقية لها وقع كبير على جماهير محافظة الأنبار وعلى العراقيين. على رزقك أفطرت ورصيام الغد نويت فتقبل منا يا رب. بسم الله. احنا قبل نروح اكيد وصلنا لفقرة الهدايا. ماكو اغلى هاي الدنيا من كلام الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن الموجود اللي راح يكون موجود بالشرقية كانت هنا راح يكون ببيتكم ينور بيتكم هدية من الشرقية لكم. هذا يا ابو جلال حسلمه بايدك ينور بيوتكم جميعا وبيوت المسلمين والعراقيين اجمعين ان شاء الله. ها القرآن انت راح تخليه بيدك احطيه جلال يحتفظ به هناك. هاك سعد هوب. من بعدها احنا ما نريد هذا اليوم يروح وينسي، لازم يتجسد بالصور اللي دائما تذكرنا بهاي الايام الحلوه وتذكر بيت ابو جلال بجيتنا بهذا اليوم. كل رمضان راح يذكرنا فطركم علينا ان شاء الله. ويا مصور عمر اللي كان ويانا التقط اجمل الصور الموجوده وكبر لنا كثير من الصور. اول صوره هاي شفتوها ان شاء الله، هاي راح نشوفها من الكاميرا والكم. هنخليها بهذا الحائط. ها طبعا حسامي حائط ذكريات. هاي اني وام ام جلال. ام جلال هاي اني وياك مو تنسيني. هاي هنا ابو جلال قبل الحلاقه وسولف لنا على الدورمه. تفضل راح اتعبك يا عمر. لا لا في مشكله. وهنا أنا بما انه احنا نسوان ما عندنا غير سوالف عن الطبخ وحكينا ويا محمد السوادي عن الاكلات وكان ويانا همين ابو جلال وحكينا على سوالف ودردشنا على الاكلات العراقيه المشهوره. وهاي الصوره كنا بالسوق. هاي انا وياك والكادر.
وهاي الصورة الجماعية مكتوب عليها فطوركم علينا 2012. طبعا عمر قبل لا تروح طبعا اشكرك واشكر انضمامك لنا وتعبناك. طبعا شرف لي يعني انه طلعت اليوم ويا كادر قناة الشرقية، يعني هذا يعني درس نتعلمه. شكرا لكم. هسه احنا وصلنا فقرة الهدايا. هدايا نفس ما تعرفون راح تكون اجهزة كهربائية، واول هدية وصلت شو تتوقعوها؟ مجاش تتوقعيها قلب الام دائما ما يخيب، شو تتوقعيها؟ مبرده ما طقتها مبرده. بالعافيه. ها شنو جلال؟ تلفزيون. وبدكم قلبها يعني بالعافيه. نفتحها او نخليها على صفحه هنا بالله. خلينا نشوف تعرفها لو لا. خليها هنا فوق التلفزيون. يا اما خلاط يا اما ست البيت. انا همين عندي فضول اعرف شنو هي. ما انه يعني ما العب حديد. مرحبا بروح اشحن. يعني فطرنا بعدنا تعبانين. وهاي شنو؟ شو ادري تغش بالدجاج. شنو؟ خلينا نفتحها. قطع احتمال طباخ. غسالة. انتي محتاجتها كلش؟ مولدة كهربائي، مولدة كهرباء، مولدة كهرباء. بالخير بالعافية. شو توقعين هاي؟ لا طباخ هي كانت منتظرة الطباخ. لأن بس ما شفنا بالبداية يعني طباخة كان كلش قطية يعني تعبان. ها مبلغ $2000 لحضرتك ولحضرة أبو جلال. هو راح يكون حر التصرف. شو تحب ببالك إنه تسوي؟ والله يبارك بيك ويخليك إن شاء الله. وراح ننتقل إحنا برحلتنا إلى بيت آخر يوم غد إن شاء الله.